قمة شبيبة القبائل شباب قسنطينة لم يكن فيها الحظ بجانب الشبيبة. إليكم فرص سهلة ضيعها زملاء حمراء، وأحيانا أخرى العارضة أو القائم تضامن مع الحارس رحماني الذي زاد من متاعب هجوم الكناري لما تصدى لكرات صعبة. لا فيكتوار هذه أنا ما أديت عليه غير واجبي، بيان سور الواحد يخدم يخدم ويحط رجليه في الأرض باه نعاون الفريق هذا اللي بدينا بداية تاعو ما كانتش مستمرة مليح في النتائج، نربحوا ونخسروا الحمد لله يا ربي. اليوم رانا في لابون فوا اللي خلتني أنا نعاون الفريق، والفريق احتاجني في لي مومون هذوما عاونته. الواحد يقول الحمد لله وتوفيق من الله إن شاء الله، وعلى هلا ما مش العودة للفريق الوطني إن شاء الله. شباب قسنطينة ومن فرصتين حقيقيتين، الأولى القائم تعاطف مع الحارس بنبوط في الشوط الأول، فيما الثانية وبهجمة منظمة معاكسة قادها القائد العمري يقدم كرة على طبق للبديل الصغير تمي صاحب 17 ربيعا فاتحا باب التسجيل في الدقيقة 65. هدف أخلط حسابات لافان الذي قام بعدة تغييرات لكن بدون جدوى أمام دفاع السياسي الذي كان في يومه. احنا جينا بالنيه باش نفوزوا على لاجياسكا، كنا تاكتيكمون كنا بيان اون بلاس، سي بور سا جبنا لي 3 بوا هادو. كيما يقول لك لازم دوكا نكملوا هكذايا، عندنا كيما اليوم درني ماتش تاعنا في لافاز الي، عندنا فاز روتر جي بزاف صعيبه علينا، لازم نخدموا بيان كومي فو باش نكونوا على روتر. ليواصل شباب قسنطينة تقديم عروضه القوية بتحقيق فوز آخر أمام الشبيبة وبملعبها، ليختتم أبناء الجسور المعلقة مرحلة الذهاب بثلاثين نقطة. أنا جد سعيد بهذه النتيجة وفخور باللاعبين الذين قدموا تضحيات كبيرة خاصة مع تسلسل المباريات. تكتيكيا كنا الأحسن، رغم ذلك الشبيبة قدمت مباراة كبيرة تملك لاعبين ممتازين. لهذا الفريق يقدم أداء كبيرا في المنافسات الإفريقية وأتمنى لهم كل التوفيق. من جانبي أهدي هذا الفوز لأنصاري النادي. فيما سيبحث المدرب لافان عن تصحيح الأخطاء قبل المواجهة المقبلة أمام سريع غليزان الثلاثاء القادم. صراحة سيطرنا على جل أطوار اللقاء، لكن هذا لا يعني الفوز. في كرة القدم عليك عدم تضييع الفرص، واجهنا فريق يحسن لعب الهجمات المعاكسة، خطأ واحد كلفنا الهدف. ضيعنا عدة فرص سهلة، كان بإمكاننا على الأقل تعديل النتيجة. لو كنا سباقين للتهديف في الشوط الأول لتغيرت المباراة. هذه هي كرة